من برضو الاختيارات المفاجأة بالنسبة لي كانت جومانا مراد اه طبعا طبعا دميانة، اللي هي أولا هذه السيدة المسيحية اللي هي في الصعيد طبعا يعني موجودة، طبعا ويعني لكن مشاعرها أولا علاقتها بندرة طبعا ودعمها ليها، طبعا اللحظات اللي هي بتتكلم فيها مع ربنا جوه الكنيسة، وإن هي بغياب الزوج إزاي متألمة، التوليفة كلها لما لقت جوزها مقتول جاي من العراق مقتول. طبعا ليه الست دي ليه الشخصية دي موجودة؟ أولا هي موجودة بحكم طبيعة وجود الأقباط في صعيد مصر، طبعا والشخصية جغرافيا هي الوحيدة المسموح لها بالتحرك جوه النجع. يعني نادرة محكومة ببيت، وسيدات العائلات الكبيرة في الصعيد مش سهل ينزلوا ويطلعوا، فهي السيدة الوحيدة عندها حرية الحركة لأنها بتخش كل البيوت، وهي تمثل كثير من سيدات مصر اللي جوازتهم سافروا علشان اكل العيش اشتغلوا في العراق وما رجعوش، او لما يرجعوا هي نفسها بتقول لنادرة انا مش حاسه لو رجع كنت هحبه ولا ما احبوش، لانه هيرجع لي غريب انا ما اعرفوش. ودي حاله عامه على فكره. استاذ مندو طبعا اختار جومانا، لان جومانا ممثله كويسه جدا جدا طبعا، وعملت الدور انا رايي بمنتهى الحساسيه رهيب. والتلقائيه والاداء السهل الممتنع. ليه اخترت جومانا؟ انا ممثله كبيره طبعا، جومانا مراد ممثله عندها الكاستنج، انت ازاي بتفكر انك هتحط ده هنا؟ يعني انت برضو ما استغربتيش يا نيلي، ولا حسيتي انه لا يعني ان كاست؟ لا انا ما استغربتش، لان انا بصراحه جومانا كنت بتفرج عليها من زمان، ايام لما يعني يمكن اول مره اتفرجت عليها وكان مع استاذ جمال، كان اسمه الخيط الابيض. الخيط الابيض اتفرجت على المسلسل ده، كنت حباه جدا جدا كنت بتفرج عليه. فجومانا ممثله كبيره وعملت يعني ادوار مهمه، وفي شخصيه ديميانا انا كنت حباها قوي، وحاسه ان هي انكاست جدا 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 يعني برافو بصراحه. شكرا. كاستنج رهيب. شكرا. وهي عامله الدور بشكل رائع، يعني بشكل رقيق قوي كمان، يعني في كده وعندها ماستر سينز كتيره جدا طول المسلسل. طبعا طبعا.